السلام عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده ويوم جديد ومزرعتك في بيتك. وكالعاده النهارده عندنا فيديو مهم جدا، ولكن قبل ما نبدا الحلقه انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش يا جماعه تكتبوها بايديكم في التعليقات وخلوها شاهد لينا يوم القيامه. النهارده اليوم العاشر في دوره التسمين بتاعتنا، يوم مهم جدا في دورة التسمين علشان تطلع معاكم بأوزان عالية، تطلع معاكم بدون مشاكل. لازم تستخدموا الدواء اللي هنستخدمه النهاردة، جرعة مهمة جدا في عمر دورة التسمين، وهي جرعة الكوكسيديا والكوليستريديا، وهنتكلم عليها النهاردة بالتفصيل، وهقول لكم ايه هي أعراض الكوكسيديا وايه هي أعراض الكوليستريديا، وهنتكلم بالتفصيل. ولكن تعالوا بس بينا كده نبدأ نقول العدد ده والمساحة والكلام ده كله، علشان لو حد جديد داخل علينا يبقى فاهم احنا شغالين ازاي. العدد ده يا جماعة لو لسه أول مرة بتشوفونا، ده 300 كتكوت في المكان ده. المكان ده عبارة عن 3 متر في 3 متر، فيه 300 كتكوت لسه في مرحلة التحضين. النهاردة اليوم العاشر زي ما انتم شايفين كده، ما عندناش أي مشكلة بفضل الله من أي نوع، ولا عندنا إسهالات ولا عندنا عطس ولا أي مشاكل خالص يا جماعة. عاوز أقول لكم إن دورة التسمين بتاعتكم الكويسة بتبان من التحضين يا جماعة. لو عديتوا مرحلة التحضين بأمان بدون مشاكل، بدون إسهالات عالية، بدون أي حاجة في الجهاز التنفسي، يبقى أضمن لكم بإذن الله إن دورة التسمين بتاعتكم تعدي بسلام. طيب زي ما انتم شايفين كده طاقة الكتكوت، نشاطه، صوته، كل الحاجات اللي انتم شايفينها دي. كمان الوزن، خليكم معانا لنهاية الحلقة هنوزن الوزن النهاردة في اليوم العاشر، وهنشوف متوسط الوزن هيبقى عامل ازاي. ولكن حابة اوريكم بس يا جماعة التفصيلات البسيطة دي، مهم قوي يبقى طاقة الكتكوت كويسة جدا، ما عندوش كسل، ما عندوش خمول، ما عندوش واقف كاشش، الكتكوت ما فيش حاجة في صوته، الكتكوت عينيه كويسة ما فيش فيها ورم ولا فيها الدموع ولا فيها الكلام ده كله يا جماعة. الحاجات دي كلها بتدل على الامراض لا قدر الله. ولكن طول ما الكتكوت عندكم بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، تأكدوا ان دورة التسمين ان شاء الله هتطلع بأمان. طيب علشان تشوفوا المنظر ده، مهم جدا الفرشة تكون نظيفة، مهم جدا جدا التهوية. الطاقة اللي حضراتكم شايفينها في الكتكوت ده يا جماعة مش بتيجي غير بالتهوية المظبوطة. ما تخافوش على الكتاكيت بتاعتكم من بداية عمرها وتقولوا ان احنا بنقفل عليها علشان ما تاخدش برد. يا جماعة التهوية حاجة والحرارة حاجة تانية، لازم تستقبله على درجة حرارة مظبوطة، ولكن يكون المكان فيه تهوية. يبقى نفصل يا جماعة ما بين الحرارة اللي المفروض نستقبل عليها والتهوية في المكان. بصوا كده بحب اوريكم الكاميرا تشوفوا الحاجات اللي انا بتكلم فيها. طاقة الكتكوت يا جماعة من اهم الحاجات اللي انتوا لازم تشوفوها في المكان عندكم. لسه جاي لي سؤال حالا من اختنا بتقول لي يا سمر انا الكتاكيت عندي دايما واقفة بتنام على نفسها، يا اما بتنكش في الارض. كل الحاجات دي يا جماعة عرض من اعراض الكوكسيديا والكوليستريديا. طيب ايه هي الكوكسيديا يا سمر؟ الكوكسيديا يا جماعة هي الاسهالات البنية بجميع درجاتها، الكوليستريديا الاسهالات البيضاء، دي حاجة ودي حاجة. طيب اول ما تلاقوا الكتكوت عندكم في اسهالات اي درجة من درجات البني، عسلي اللي هو الفاتح بني بدرجات، وكمان لو لقيته مع الاسهالات البنية حاجات كده فيها دم، يبقى تعرفوا على طول ان الكوكسيديا عندكم عالية جدا وهتأذي الكتاكيت بتاعتكم، وكمان ممكن يبقى عندكم نافق لا قدر الله. كل الحاجات دي انتوا في غنى عنها لو حطيتوا جرعة دواء من بداية اليوم العاشر. النهاردة اليوم العاشر طبعا احنا حضرنا يا جماعة، تاني هقول، حضرنا على محلول معالجة الجفاف، استقبلنا 3 ايام على الكوليستين والتيلوزين، بعد كده ما حطناش حاجة، حطينا مية بيضة، حطينا املاح وفيتامينات، وعلى كده شكرا لحد اليوم العاشر. زي ما انتم شايفين مفيش عندنا اي حاجة بفضل ربنا. طيب مهم قوي يا جماعه الفرشه دايما نظيفه. اخواتنا اللي لسه بيقولوا لي يا سمر دايما الفرشه مرطبه وبنشيلها وبنرفعها وبنغير كل يوم الصبح وبالليل بنحط فرشه جديده، ومع ذلك الفرشه مرطبه ودايما فيها ميه، والفراخ بتاعتنا او الكتاكيت بتاعتنا بتنكش في الارض وريشها واقف ودايما نايمه على نفسها، كل دي حاجات يا جماعه اعراض الكوكسيديا والكوليستريديا. الرطوبة العالية عندكم في المكان بتخلي دايما الفرشة بتاعتكم مرطبة، والرطوبة اللي في الفرشة بتعمل كوكسيديا عالية وكوليستريديا عالية، وهتلاقوا الفراخ بتاعتكم فيها نافق كمان وفيها مشاكل، معدل التحويل عندكم بطيء جدا، مفيش أوزان، وبالتالي بترجعوا تقولوا التسمين وحش. التسمين مش وحش، لو وحش احنا اللي بنوحشه بطريقة شغلنا يا جماعة. خليكم دايما فاهمين ان التسمين يعني مش الحاجة الصعبة قوي ان اي حد يعملها، ولكن برضو اي غلطة فيها ممكن تزعلنا وبتزعلنا جامد. طيب زي ما انتم شايفين كده، خليكم معانا لنهاية الحلقة هنوزن الاوزان دي، ولكن عاوز اوريكم كده الكتكوت من قريب. بصوا يا جماعة الكتكوت في اليوم العاشر اهو،
لسه تحسوه كتكوت، ولا كسريش ولا ريش ولا اي حاجه بفضل الله. ده بيجي من ايه يا جماعه؟ ده بيجي علشان الحراره مظبوطه. لو الحراره مش مظبوطه عندكم هتلاقوا الكتاكيت بتاعتكم ريشت في العمر الصغير، واعرفوا كده، خدوها الف ب تربيه. لو الكتكوت عندكم ريش وحول ريش يبقى تعرفوا ان انتوا مش هيبقى عندكم اوزان في نهايه الدوره. ليه؟ لان الكتكوت بدل ما يحول للحم بيحول لريش علشان يدفي نفسه، لان حضراتكم الحراره عندكم مش مظبوطه. الصيف والشتاء يا جماعه لازم ندفي الفراخ بتاعتنا او الكتاكيت بتاعتنا على درجه حراره مظبوطه على حسب العمر. كمان ان شاء الله هعمل لكم حلقه مجمعه بدرجات الحراره من اول يوم لنهايه الدوره، هعمل لكم كمان حلقه بالادويه كلها كامله والتحصينات وكل الحاجات دي للناس اللي عندها اعداد كبيره. طبعا ان شاء الله هقول لكم على التحصينات اللي تشتغلوا بيها. اخواتنا بقى اللي هم اللي بيشتغلوا حاجات بسيطه، مش لازم ابدا تحصينات ولا لازم الحاجات المكلكعه واللي بتصرف كتير دي، خلاص كده. طيب تعالوا النهارده بقى علشان ضيعت وقتكم واخدت من وقتكم كتير، تعالوا نبدا ان احنا نحط الدواء بتاعنا، وبعدين هقول لكم على الوزن ده هنشوفه على الطبيعه. صلوا على الحبيب مصطفى في التعليقات، واي حد عنده اي تعليق اكتبه لي في الكومنت تحت الفيديو وارد على جميع اسئله حضراتكم. وكمان هسيب ليكم رقمي الشخصي لو اي حد من حضراتكم مبتدئ وحابب ان هو يتواصل معانا. المتابعه معايا مجانا لنهايه الدوره يا جماعه، بتكلموني بالليل بالنهار في اي وقت بتكلموني، سواء على التليفون او بالواتساب هتلاقوني برد على اسئله حضراتكم. طيب تعالوا بينا كده اقول لكم احنا حاطين ايه في الميه. لو ملاحظين معانا اهو، احنا حاطين في الميه دي يا جماعه دواء كوكسيديا وكوليستريديا، حاطينهم الاثنين، حاطين نوعين الكوكسيديا والكوليستريديا، حاطينهم في نفس الميه سنتي من ده على سنتي من ده، وحاطينه في نفس اللتر الميه 12 ساعه. طيب ال 12 ساعه الثانيه هتحط ايه يا سمر؟ ال 12 ساعه الثانيه يا جماعه بنحط ميه بيضاء عادي جدا، مفيش اي حاجه، خلاص كده. الكوكسيديا والكوليستريديا ليها ادويه كتير جدا، ولكن انا هقول لكم على النوعين اللي انا بشتغل بيهم في كل دورة في الأعداد اللي هي الصغيرة دي. تعالوا بينا كده نشوفهم، وبعدين هنرجع تاني نتكلم مع بعض، وكمان نوزن الكتاكيت دي على الطبيعة. يلا بينا. اهو يا جماعة جبت هنا 8 لتر من المية، هنبدأ ناخد عليهم دواء الكوكسيديا زي ما احنا شايفين، ده اسمه اهو. هناخد لكل لتر من المية سنت واحد من دواء الكوكسيديا، اسمه صار كوكس، خدوه سكرين شوت لو انتوا حابين تجيبوه. هنبدأ ناخد لكل لتر من المية سنت واحد، طبعا انا مش عاير ولكن انتوا المفروض ان انتوا تعايروا اهو. هنحط عليه كمان دواء الكوليستريديا، ومهم جدا ان احنا نستخدمهم يا جماعه في عمر دوره التسمين بتاعتنا في اليوم العاشر اهو. هنبدا ناخد لكل لتر من الميه جرام واحد يا جماعه من دواء الكوليستريديا. الكوليستريديا من الحاجات اللي ممكن تضيع معاكم الاوزان يا جماعه لو انتوا ما اهتمتوش ان انتوا تستخدموا دواء الكوليستريديا. الكوليستريديا يا جماعه بتدمر الاوزان، دايما تلاقوا الكتكوت مش بياكل وواقف كده كاشش، يا جماعه تعرفوا ان انتوا عندكم كوليستريديا. طيب الكوليستريديا يا جماعه السائل بتاعها بيبقى لونه ابيض. هناخد لكل لتر من الميه جرام من الدواء الكوليستريديا، حطيتهم الاثنين مع بعض وهدوب كده، وبعدين هوزع بقى كميه الميه زي ما احنا شايفين كده اهو. هقلب كويس جدا لحد لما الدواء اللي هو البودر ده يختلط تماما بالميه، وهوزعهم بقى على كميه السقايات الموجوده في المكان. طيب الدواء ده يا جماعه هنستخدمه 3 ايام. انا هستخدمه دلوقتي الصبح، طبعا احنا لسه الصبح بدري يعني اليوم العاشر الصبح يا جماعه، وبكره ان شاء الله هعمل لكم حلقه وهنكمل الجرعه مع بعض ان شاء الله. تعالوا بقى بينا نبدا نوزن الكتاكيت بتاعتنا في اليوم العاشر ونعرف متوسط الوزن بيبقى عامل ازاي. يلا بينا. الميزان صفر اهو يا جماعه، تعالوا بقى كده نتمشى وناخد اي كتكوت عشوائي. ما شاء الله 330 جرام يا جماعه في اليوم العاشر الصبح. طبعا اخر النهار لو وزننا هنلاقي وزن تاني خالص، هنشيل ده وناخد واحد كمان برضو. ما شاء الله 325 جرام او 330 جرام زي ما انتم شايفين. طبعا الكتكوت يا جماعه زي ما انتم شايفين كده ولا فيه ريش ولا فيه اي حاجه، هنشيل ده وناخد واحد كمان برضو اهو 310 جرام، متوسط حلو جدا، وزن حلو جدا. كمان واحد برضو 330 او 335. لاحظوا كده معايا يا جماعه هتلاقوا تقريبا الاوزان كلها زي بعضها، حتى المكان كله اهو هتلاقوا كل الكتاكيت زي بعضها. هنشيل ده وناخد واحد تاني برضو ما شاء الله اللهم بارك 370 جرام يا جماعه. بصوا كده على شكل الكتكوت وعلى تحويل الكتكوت، بصوا معايا
لقوا الكتكوت ولا ريش ولا اي حاجه يا جماعه. وزن تاني اهو 370 جرام او 365 جرام، وزن حلو جدا في اليوم العاشر. هناخد واحد اخير برضو، اخر واحد هنوزنه النهارده 330 جرام يا جماعه. عاوز اقول لكم طبعا هتلاقوا حاجه اعلى من كده وحاجه اقل من كده يا جماعه. طبعا احنا بناخد اوزان عشوائيه بتلاقوها بالمنظر ده، ما شاء الله يعني ما عندناش غلطه، المكان بيتكلم عن الكلام اللي انا بقوله. مهم جدا يا جماعه تستخدموا دواء الكوكسيديا والكولستريديا، صدقوني هيعديكوا كل المشاكل اللي بتقابلكوا، هيعديكوا كمان نقص الاوزان، لان الكوكسيديا والكولستريديا يا جماعه معروفه ان هي يعني حرام الاوزان يا جماعه. عندكم اخواتنا اللي مش بيشتغلوا ادويه صدقوني بتلاقوا عندكم في نهايه الدوره الاوزان مش مظبوطه. دي كانت الحلقه النهارده، تابعونا ان شاء الله بكره هنزل لكم حلقه مهمه جدا في اليوم ال11. إيه لو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الكل يستفيد، ولو لسه مش مشتركين معانا بجد هيفوتكم كتير. تحياتي للجميع، استنونا في حلقة جديدة، اشوفكم تاني بألف صحة وخير.